ناس خدامين فوزيين تيبيع هادشي ديال المكسرات ديال الوليدات الصغار، بسكويات وهذا. السيد هو بنفسه وحده، السيده معاه في السيرفيس، معاه عيط ليا بالتليفون قال لي انت استاذ ياسين. قلت له ودي من بعد قلت له راه غادي نوجهك وتواصل مع سميتو. محل الشاهد هو القضيه شنو هي، انه السيد تيسولني قال لي احنا خدامين في داك السيرفيس اللي تيطبع تاريخ الصلاحيه. قال لي كاع دوك البسكويات وداك الشيء اللي ما تيتباعش قال لي تيردوه لينا، وكيقولوا لينا الاخرين اللي مسؤولين علينا في الوزين مسحوا داك تاريخ الصلاحيه وطبعوا تاريخ صلاحيه جديد. اصلا داكشي اللي كيتباع لوليداتنا بتاريخ الصلاحيه ديالو اللي محترم وراه السم الهاري، فما بالك السم فيت عليه تاريخ الصلاحيه. السيد بقى عنده شي شويه ديال هذوك القيم اللي كنهضر عليهم، بقى عنده شي شويه ديال الحياه في قلبه هو وديك السيده. انا قلت لها ودي واش كتبتوا لدوك الناس اللي هما سوبيريور عليكم وكذا، ربما يقدر تكون القضيه دايره غير في دوك البزنازه اللي دايرين بكم في الديبو ولا حاجه. قال لي راه هذوك هما اللي كيقولوا لهم ديروها. قلت له واخويا انا نعطيك الرقم تواصل مع العالم هو يفتيك، لان القضيه عندك راه من اخطر ما يكون، لانك انت تسهم مباشره في بيع السم لابناء المسلمين. انت عندك انت مباشره، انت ماشي جالس في داك لو سيرفيس وكتشوف وكطرى قدامك ديك القضيه ولا حول لك ولا قوه في تغييرها. السؤال واش